اديله القاضية في الحتة الفاضية. اديله القاضية في الحتة الفاضية. سلام عليكم. مفيش حد. ايه؟ مفيش حد ده. اكيد في. مفيش والله اهو زيرو. يا جدع انت اكيد في. فين الزيرو ده؟ زيرو. مش مكتوب اي زيرو. زيرو. ركب عربيتي. اهو يا عم في ناس بتتفرج عليك. دلوقتي تقول لهم صباح الفل يا جدعان. صباح الخير. وحشتونا يا جدعان بقالنا كتير قوي ما طلعناش معاكم لايف بس حنفي هو السبب. حنفي هو السبب بتاع الحرب العالميه الثانيه الثامنه. هنمشي ازاي؟ نمشي الاشاره دي شمال. ايوه. اشارتين يمين. الاشاره اللي جايه دي شمال. وبعد كده اشارتين يمين. متاكد؟ طب قال لك فين؟ هو قال لك فين اصلا؟ عاملين ايه يا جدعان؟ وحشتونا والله العظيم ثلاثة. We miss you. We miss you all. I love you. You love me. We are happy family. النهارده في مفاجأة. من العيار التقيل. لا اوضح لي. أربع أكلات. أربع أكلات. خليني يا جماعة. يا جماعة احنا عايزين نقول لكم حاجة بسيطة بس إن شاء الله احنا الحمد لله الحلقات بتاعت شواحة ما تطلبهاش هتتذاع على تين تي في من نص الشهر. اني حلقات ما هي بقى انا هشرح للناس لان الناس فاكرين ان احنا بقى هنسيب الحلقات بتاعتنا بقى ونعمل بقى جو استوديوهات والكلام ده. لا يا جدعان ولا هنصور لهم حلقات جديده. احنا ما نطلعش بره البيت. احنا زي ما احنا الحمد لله. يعني لو جت مصلحه وفيها فلوس ونطلع بره مفيش مانع يعني ما تحورش. بس هنصور جوه البيت. مالهاش علاقه. افرض قال لك خد مثلا اكس ما وصور بره البيت هتقول له لا؟ اقول له هاجر بيت. هاجر بيت. لا يا جماعه هو هيذيعوا الحلقات بتاعت شوحه القديمه يعني كل الحلقات بتاعتنا اللي بتتذاع القديمه هتتذاع عندهم والاكسكلوسيفيتي الاكسكلوسيفيتي هتبقى بتاعتنا زي ما احنا عندنا هنا على الصفحه. الحلقات الجديده كل اسبوع هتنزل عندنا مش هتنزل على تين تي في. يعني هم هيذيعوا حلقاتنا القديمه حصل فيها شويه تعديلات بسيطه جدا كده يعني عشان تلائم التلفزيون يعني وهم هيذيعوها. فنتمنى كده منكم السبورت الجامد ودعواتكم يمكن ربنا يكرمنا بقى برنامج في رمضان ولا حاجه كلنا ايد واحده ونعمل الكاميرا الخفيه. فل يا شامي الناس العسل والله انت اللي عسل. يا بدا يمين ده ولا اللي بعده؟ انا قلت اشارتين دي اول اشاره. انت بتتكلم ليه كده؟ انت عشان كسبت الران امبارح هتقعد تعمل لي طول النهار. طب يا جدعان صبحوا على عمرو. عمرو صباح الفل. صباح الفل عموره. الرجاله كلها بتصحى دلوقتي بقى واللي خلص صلاه واللي بيستحمى واللي بيفطر واللي بيعمل وكله جاي في الطريق. مالك يا حنفي عامل كده ايه؟ الشمس. لا انت بتتصور احمد عز قوي في نفسك. بقيت احمد عز قوي. حنفي انت مزبهل ليه اهو بس. صباح الرضا. صباح الفل. الف مبروك يا رجاله. الله يبارك فيكم. احنا موجودين بس يعني غصب عننا والله الشغل بقى والدنيا. رايحين فين يا شامي؟ رايحين نطبخ. رايحين نشتري عيش. لان بجد حرفيا يعني امبارح حصل زي ما تقولوا كده تحدي او او او, أو, أو رهان بينا وبين تكلم مصطفى. يلا قول له مصطفى احنا جاهزين يعني مزيكا. زي رهان كده ولا حاجه حصل بينا وبعض امبارح وكسبوا هم الرهان وكان الرهان ان انا اعمل لكل واحد الاكله اللي نفسه فيها. فهم طلبوا اربع اكلات ما لهمش علاقه الاربعه ببعض فهعملهم النهارده ان شاء الله الاربعه عشان انا ما بيفرقش معايا الكلام ده. هي مش اللي عندي طيب. نلحق نخلص قبل الماتش ان شاء الله. طيب ماشي. لا وضح لي يعني نروح يعني نروح الباركينج. يا ابني اللايف يا ابني اللايف. معلش يا جماعه حرف بكف تليفون. طيب سلام حبيبي يا ستيفن. يا ابني هو قال لك ايه مصطفى؟ انا قعدت عليه واحنا رايحين ناخده من هناك يعني من البيت. ماشي. ففي اربع اكلات ما لهمش علاقه ببعض. حواوشي ولازانيا. حواوشي ولازانيا ومكن تشيز دي حنفي اللي اختارها. انتوا عارفين حنفي. وطاجن اللحمه بالبصل. شوف اربع حاجات مالهمش علاقه ببعض بس هعملهم كلهم النهارده ان شاء الله مع بعض في وقت قياسي باذن الله. و هتشوفوا الفيديوهات. شجعوني يا جدعان عشان وانا السبب. هو اتراهن معايا وكسب الرهان وانا اعترفت ان هو كسب الرهان ما عنديش مشكله. اتراهن على ايدي مش مشكله يعني مش لازم حد يعرف الموضوع ده.
انت بتلف في العربيه؟ لا والله. امال انت عملت كده هو؟ انت ايه القرف ده؟ لا كانت بس كنت بقضي شفايفك. بتقضي شفايفك ايه يا عم؟ بتقضي شفايفك بتقشرها. بتقشر شفايفك ليه؟ انت عارف الدنيا برد. الدنيا برد يا عم خليل. مايكي مايكي بيتفرج يا مايكي. صباح مايكي. مايكل ونهاد. ونهاد كان بيتفرج. يلا نهاد المفروض جاي لنا من العين دلوقتي يا جماعه، احنا مستنيينه. انا مش كده صح؟ صح. طب اعمل ايه دلوقتي؟ من فوق النفق تلف وترجع. انت بتفسحنا والمصحف. والله هو ده الطريق. انت بتعطلني عشان ما اعرفش اخلص الاربع اكلات قبل الماتش. هو منطقي ان الاربع اكلات يخلصوا قبل الماتش بكتير يعني، ده المنطق ان شاء الله. ان شاء الله يعني. انتوا اهلاويه ولا زملكاويه وتتوقعوا النتيجه بتاعت النهارده ايه؟ انا اهلاوي وكل اهلاوي ما عدا انا زملكاوي وبشجع الاهلي. انت لسه إيه دلوقتي حالا كنت بتقول انا هشجع الترجي. الناس هتقفل اللايف يا عم. كلنا ايد واحده يا بهجت. احنا كلنا مصريين يا جدعان، النهارده مصر بتلعب. ربنا يعدي الماتش على خير. يلا داخلين عليك اهو. في واحد بيعمل لنا وش غضب يا حنف. الكابتن اللي بيعمل وش غضب. انت انا زعلتك يعني؟ انا ببسطك وانت تزعلني يعني؟ انت تضايقني. يمين ده يمين ده. ليه كده يا كابتن؟ الكابتن اللي بيعمل لي وش غضب ده. طب ايه يا جدعان الاخبار عندكم؟ البيج عامله ايه؟ سبقنا كتير مش كده، بس ان شاء الله راجعين بقوه. الشغل بقى ويعني الحمد لله على كل شيء. شايف الدخان اللي طالع ده؟ ده بتاع الفرن؟ مش عارف بقى، ده اكيد مش بتاع الفرن. هو الفرن بيولع في ده بتاع كبابجي ده. ايه اللي مين اللي بيعمل كباب الساعه 3؟ ده الساعه كام دلوقتي؟ 3. تصدق الساعه 3 فعلا؟ انت عمال تاخرني فعلا. ده غدا. ايه ده الساعه 3؟ اه والله. يعني احنا ممكن جديا كده ما نلحقش نخلص التحدي. ورب تكون ميزنا بميزه. عايز اعرف ايه الميزه اللي رب تكون ميزه بيها؟ بس الرجوله والنفس عزيزه. دول مستين. اه هم دولت المستين اللي ربنا بيميزهم بيها ما شاء الله عليه. العب يلا يا كابتن الله يكرمك. عد خلاص. اهلاويه قوي جدا خالص، وان شاء الله الفوز. حارب على البطوله بروح الابطال. العب برجوله، موت على الكوره. افريقيا للكبار وانت الاسطوره. الله 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 عليك يا استاذ. والله وحشتونا يا جماعه، وحشتونا جدا. ان شاء الله جالي مكالمه على التليفون. انتوا بس قولوا الحنفي اتفقوا معاه واحنا ان شاء الله الفتره الجايه نطلع لايف كتير باذن الله ان شاء الله، ونبقى معاكم. واستنوا بقى الفيديوهات الجديده ان شاء الله، ويا رب الفيديوهات بتكون عجبتكم. فيديو السمك يكون عجبكم. عجبني قوي. انا عجبني انا كمان الصراحه، رغم ان السمك السي فود بيتعبني، بس السي فود ده كان حلو جدا وما تعبنيش خالص. انت متاكد؟ انت عارف احنا رايحين فين؟ اه والله. والله انت عمال تعك وخلاص. هي عربيه اسامه اهي. فين؟ اهي على اليمين اهي. ايوه. ليلتكم سعيده يا جدعان، واستنونا وصباحكم فل. يريوي كنا هنلبس. سلام. فينش.